السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. هذا الطير كما تشاهدون منقاره طويل كثير، وإذا تركناه سيزداد طوله أكثر فأكثر، ولن يتمكن من التقاط الحبوب، لذلك سنقوم بقصه بواسطة هذه الأداة. سنقص الجزء الأسفل فقط، أما الجهة الصفراء لا نقرب عليها بهذه الطريقة. والآن أصبح كانت معكم ماريا من قناة نفيد ونستفيد. من أعجبه الفيديو لا ينسى أن يضع لايك، ويقوم بالضغط على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس حتى يصله كل جديد، وشكرا على تتبعكم.